طب بقول لك ايه، فيفا عبده لو هتلاقي حد كده فينا هتلاقيه ازاي بقى؟ انا لو بلغيه. هتلاقي تركي. لا ما بلغيش. يا سلام، انا بلغي. ايوه هو انا هقول لك بلغي ازاي. بقول لهم اي سوير من مصر ام الدنيا، اي سوير اي لاف يو، لاف مي، وحشتوني، طب انجوي. ما هو دي ملغيه. انا لازم اقول لك خمسه مو. ايوه بقى. ما اقدرش. ايوه بقى، ويلا بقى. هو طبعا عندي سؤال مهم بقى. قول. لو جوز حضرتك جاب لك دره تعملي ايه؟ لا انا ما بلغيش. انا عن نفسي كفيفي لا مرضاش خالص، وانا اللي كبرني. انا زي الفيل الحب الشريك. لا 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 ما لا لا خلينا خلينا ما ما احبه. انا ما اقدرش حد يشاركني جوزي. ايوه ما احبش. خلينا نقول ان هو عامل لك مفاجاه، في مره دخل عليك قال لك فيفي مراتي من البلكونه. هم الاثنين من البلكونه على طول. هم الاثنين طبعا. طب وروح السجن.